قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا الكرام جيناكم في فيديو جديد، معاكم خوكم شرف الدين كالعادة. في هذا الفيديو يا خاوتي راح تشوفوا جزائري أصيل مرمد واحد الشيخ المغربي على المباشر، نعم أمام كل الناس، بالحقائق التاريخية خاوتي حول المهلكة المغربية. يو بهدلو ما خلاه له والو خوتي، يضحكوا عليهم في التعليقات المخازنة. شاب جزائري واحد ما قدرتولوش، فما أدراك 45 مليون جزائري. المهم قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، مرمدوا المخازنة أيضا في التعليقات، ما تخليوا لهم والو. نخليكم مع الفيديو. طلع لهنا وجه الرجال يا جدي، أنا مواجهكم بوجهي ومواجهكم بوجهي يا جدي، مواجهكم بوجهي. هذا شاب واحد برك جزائري يا جدك، مهبط لكم السروال واحدا والآخر. ديروا الصف يا جدك كما يدير ميميسيس يحب اللي يخبش له. كيف هيا هاتوا النطراش، طلعوا لهنا وهضروا. كتب طلعني أنا مغربي، طلعني أنا ابن اللايوطي. اكتبها ما تحشمش، لا تخجل ببلدك المطبع. طلعني يقول انا من مملكة المطبعين. اكتبها ما تحشمش باصلك، ما تحشمش. وفي الاخر تجي تقول لي واخا واحنا مسلمين والفتنة اشد من القتل. تطبع من ايه مع بنو صهيون وجيليا لنا؟ واخا واحنا اخوت. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان أنتم خاوتنا بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب المغربية، اكتب. هاي اكتب، قول أنا يا مغربي أنا من دولة المطبعين، وخي هذه حقيقة ماشي باش نخبي. واو السلام عليكم. هذا اللي يطلع مطفي لنا الضوء، شعل الضوء، ما عندكمش تريسيتي. هذا قطعوا الغاز راح تريسيتي والله ما فهمتش. واخا نشعل الضوء، انا نشعل لك الضوء وستفي. انا ما كنتش صعب راسي غادي نطلع معاك. هاني معاك انا بغيت نطلع. الله يبارك. قداش في عمرك الحاج؟ هذاك ماشي سوقك، يمكن لك تدخل الحوار، في الموضوع سريع. يسمع لي باش نهضروا تاريخيا، يعني كي قلت لك قداش في عمرك، باش انا نسقسيك اسكو تشفى للحرب تاع الرمال ولا تشفى لل 1973 كيما زعكت المروك وجردت الجزائريين من ممتلكاتهم، ومن بعد ردت عليها الجزائر في 1975 بطرد المغاربة المقيمين في الجزائر في يوم العيد. هيا شفالها انت، شاب معلوماتك كلها خاطئة. بغيش تعرف عمري شحال؟ عمري 70 عام. الله يبارك. الله أكبر يبارك من تاريخكم انتما في الجزائر. أنا ما شوف أنا ما بغيش ندخل شو انا ما بغيش ندخل في السب والقدح. ماشي السب سما نتايا كنت نهار زد كانت المملكه المغربيه دايره طلب الحمايه من فرنسا هكذا مثلا. شوف يمكن لك تتكلم واعطيني حق الرد. تفضل. هاي هي ماكي احكي. انت قلتي انا كنت في الحمايه الفرنسيه، وانتم فين كنتوا هذيك الساعه؟ انتم فرنسا اش كانت عندك اخر؟ خليني نرد. تسقسيتيني قلت لك انا ما تهربوش، لازم نخليكم روح باش ما تهربوش، نخليكم روح تفضل. انا كانت الحمايه الفرنسيه وانتم يا كنتم مستعمرين. ليه هذه شوف لا وخليني ندوي. انا غادي نمشي معاه. تحت الاستعمار بعد ما خرج الاستعمار العثماني، يعني ما تسارحتوش
انا غادي نسولك سؤال. انا غادي نستعملك شوف لا هاو 500 عام ورجع التاريخ والله تندير لك صبوره والله تستعمروكم وشبعوا فيكم تولات فيكم خيلوطه تبقى تكذب على راسك. شوف والله العظيم الا نتوما تديروا فتنة بين جوج شعوب وهذا عيب وعار وحرام وانتوما كيقتل فيكم الجوع والجوع النوع وتتكلمون اشناهو جبتوا لينا شكون اليهود وانتوما راه جبتوا والشيوعية كتاكل فيكم. انا باللي عقلت لقيتكم تابعين الاتحاد السوفيتي. انا ملي عقلت عرفتكم نتوما الاتحاد السوفيتي ملي بعد الاستعمار والله ما قاري حاجه انت والله ما عرفتي تاريخ. وراه المشكل زعما حنا كي مع الروس والله مع الصين والله مع كوريا والله والصين ما معاكمش ويا ريتكم كنتو مع الصين وتقول لي غير شي دوله معاكم. اجي اجي السؤال غادي نطرحه لك سهل تفضل ديال الخشيبات الله يحفظك. نتوما يا دركا يا مانيش موالف بالخشيبات. شنو؟ انا مانيش موالف بالخشيبات كيما نتوما. حنا ما حنا ما نشربوش الحليب ديال الحمير، حنا ما نحسبوش بالخشيبات. قول لي برك وانا نقول لك تفضل. ايوا هذا قذف هذا. ما قريتيش في المدرسة بالخشيبات والأقراص؟ ما قريتش بهم انا ما لحقتش. لا راه بين لا لا راه بين انا في عمري 20 أنا في عمر 20 بل وليدي شتي قرانك انت عندي في القسم والله ما هزيت دولة دواء وتثبت وعرف راسك معي من داوي راه ما تعرفش راسك راه مجال هذا كي يكون مغربي مدلو يدك دا يسلم عليها مي الجزائري لا لا ايه اجا حينتي انتوما ما مربينش حينتي ما مربينش والبستان ديال اليد ليس بعبودية ورجعوا للتاريخ. ولماذا؟ ها؟ رجعوا للتاريخ. واش أجي ما عندكش باك؟ أكيد ما عندكش باك. أكيد ما عندكش مك. أكيد ما عندكش عائلتك اللي كتبوس ليديها. خليني نهضر. حنا كنبوسوا ليدي. أنا فقيه ديال الجامع كنبوس ليدو. أنا فقيه ديال هذاك. أنا كنحترم العلماء ديولي. أنا كنحترم الأمراء ديولي. شوف شوف. شتي الملك. تأدب في الحوار. ياو كي عاد ترجع للتاريخ قلنا وشكون هو الجنرال اللي يوطي تفضل. حنا كان عندنا جنرال يوطي انتم شكون هذاك اللي عندكم لحركم حيين؟ واش دار الجنرال واش دار شكون هذا حركم حيين؟ حنا ما تحرقناش وانتم الدولة الوحيدة شوف الدولة الوحيدة في الدول العربية اللي آخر دولة خرجت الاستعمار ولولا المغاربة والله ما تخرجوا والله المغاربة ما زال الدولة تحت الاستعمار دولة عربية تسمى الصحراء الغربية ما زال دولة عربية وهي آخر مستعمرة عربية وإفريقية ما تحشيني ما نحشيلك والقضية راهي عند الأمم المتحدة داكور هي في الأمم المتحدة نرجعو شكون هو خلينا نهضروا على الجنرال ليوطي راك تصوتي منه وانت راه نوريك انا التاريخ ديال الجنرال ليوطي ارخي فيك النفس وانت هذاك اللي كان عندكم هذاك اللي كان عندكم اش كان داير ليكم خليني نهضر معاك ما كاينش مشكل نسمعك والله اذا نسمعك حنا اغتصبوا لنا بناتنا حنا اغتصبوا لنا نسانا حنا حقرونا احنا ودي حرقوا لنا ولادنا حرقوا لنا ولادنا قتلوهم هذا يعتبر استعمار فرنسي او مستدمر فرنسي يعني دولة تحت الدولة شبا غيديروا فيها راح ينشروا فيها العلم باينة باللي راح يقتلوا ولادها ويغتصبوا ولادها وبناتها وباينة خلاص نحن تعرضنا للاستعمار وحاربنا واخرجناه من اراضينا بفضل المغاربة بنقول له من عندكم هذاك بوتفليقة ديالكم يا كل شيء عيش عندنا خليني نكمل يا سيدي خليني نكمل المهم هذا يعتبر استعمار اوكي انتوما راه طلبتوا الحماية من المستعمرة نتاعنا احنا هاو المشكل تاعكم انتوما كنتوا طالبين منهم الحماية اللي كانوا مستعمريننا احنا
كيفاش اليوم تجي تقول لي خاوة 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 كنت عايش انت؟ ما قلتش لك وما نقولش لك. والله لا قلت لك. لا انت انت صيفتك تاع خاوة. انت صيفتك تاع خاوة. خليني نهضر معاك. وصيف وجهك في المرايا. انت نقول لك انا خويا. والله ما نقول لك. والله خليني نهضر من عندي. يا خليني نهضر معاك انا بحال تخرايين كيما نتوما. ما ناش راني نقول لكم خاوه، احنا بربي ان شاء الله احنا اللي نحتلوكم. اصبر برك. نتوما تحتلونا بربي. والله ما نديرك عاقل عليك. 63 معليش. يكشت معاكم يكشت معاكم مصر. ياكل حسني مبارك مشى في مؤتمر طياره هزين من هنا كان بيلوت معاكم. علاه راك هارب؟ علاه راك هارب من الجنرال ليوطي؟ علاه راك هارب من الجنرال ليوطي؟ من ليوطي كان استعمار فرنسي. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.